بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بوفد جامعة دراية في مدارس سيتي الخاصة. مدارس سيتي الخاصة من أعرق المدارس الموجودة في محافظة سوهاج. المدرسة أنشئت 2009 متعددة المراحل من الكيجي حتى المرحلة الثانوية. بنفتخر كل عام بيبقى في مجموعة عندنا من أبنائنا بيخشوا في جامعات مختلفة. المدرسة ليها بروتوكولات وارتباطات عديدة. جامعة دراية أول مرة تيجي محافظة سوهاج، بالرغم إن في طلبة كثيرة ملتحقة بالجامعة. شيء كويس جدا إن احنا نستقبل جامعة دراية في المدرسة. ندي فكرة لأبنائنا لجامعة دراية عن جامعة دراية وعن الخدمات التي تقدم في الجامعة، وده شيء كويس. الجامعة في المنيا، المنيا بالنسبة لسوهاج يعني 3 ساعات سفر أو 2.5 ساعات سفر. ده يعني يستطيع ابننا أو بنتنا إقامة هناك أو التحرك ما بين سوهاج والمنيا. والمنيا يعتبر صعيد وإحنا صعيد، وإحنا بنحب المنيا نظرا لأنها متوسطة ما بين القاهرة وما بين سوهاج. يعني ده شيء كويس جدا ومجهود موفق لجامعة دراية على المجهود المقدم منهم لأبنائنا في محافظة سوهاج. علاج طبيعي إما طب أسنان، يعني طب أسنان بزنس إن شاء الله. بصي دلوقتي في فكرة إن الناس بتبص على بعض كده، المجالات المتاحة مثلا كتجميل، لا مش انفلونسر، هي ممكن أفكر في شركة إن شاء الله وتبقى. شايفة كمان إن هي مش هتاخد من وقت كتير، جوست إن هي 5 سنين بعد كده هاخد منحة، حاسة إن هي هيبقى ليها مستقبل فيما بعد شغل وكده. بعدين بفكر أشتغل بعد كده، يعني مش عايزاه تاخد من وقتي التعليمي أكتر، يعني عايزة أشتغل أبدأ شغل أكتر. لا حابة حكومي مش حابة خاص. لا هو أنا حابة إن أنا يبقى ليا مشروعي لوحدي، مش حابة إن أنا. أهلا وسهلا بحضراتكم، شرفتونا وشرفتوا مدارس سيتي. الوفد الممثل لجامعة دراية الخاصة بالمنيا هيكون فيه حلقة تعاون مع حضراتكم إن شاء الله من خلال الخدمات اللي بتقدمها جامعة دراية لخريجي الثانوية العامة. وبدعو الطلاب للاطلاع على الخدمات اللي بتقدمها جامعة دراية علشان نستفيد منها، سواء خصومات كانت للأوائل أو منح زي ما حضراتكم قلتوا للمتفوقين رياضياً أو متفوقين في شتى المجالات. شكراً لحضراتكم.